من طرف وهي موجودة في وزارة التجارة، ووزارة التجارة تبعتها لكل القطاعات المعنية. Donc il y a là aussi donc des assurances toute volonté cette volonté de dire qu'il faut accompagner l'investisseur. بتعليمات من طرف السيد رئيس الجمهورية بحلحلة كل المشاكل والعقبات التي تعترض طريق التصدير من أجل بلوغ أهداف التي رسمت من طرف الدولة ومن طرف السيد رئيس الجمهورية. كانت أول ورشة مع وزارة النقل، لأننا عندنا مشكل كبير، كان عندنا مشكل كبير وإشكال كبير في قضية اللوجيستيك، في قضية النقل، في قضية الشحن، في قضية الأسعار المطبقة. لكن كذلك يعني أهم موضوع اللي كان يراود وكان مؤثر شوية على المتعامل الاقتصادي خاصة المصدرين وقطاع المالية، بما له من أهمية كبيرة في تمويل ومرافقة المصدرين. طبعا هذا اللقاء سمحنا باش نتبادلوا ونتناقشوا على المشاكل التي يعانيها المصدر الجزائري بكل أنواعها، سواء مشاكل تتعلق بالجانب الجمركي أو الجبائي أو البنكي. ووصلنا إلى النقطة أن تفهمنا باش نكون اللجنة من متكونة من ممثلين لأرباب العمل ووزارة التجارة ووزارة المالية، باش نحاول نعالجوا كل الانشغالات والمشاكل التي تطرحها خلال هذا اللقاء.